مرحبا وكل عام وانتم بخير. انا اسمي فرح وعمري 9 سنين، واكتر اشي بحبه اني اركب بسكليت. ولما في يوم شفت بسكليت كتير حلو، طلبت من بابا يشتري لي اياه، وبابا وعدني يشتري لي اياه في العيد. ومن يومها وانا بعد الايام وبحلم بالبسكليت، لحد ما اجا يوم تكركبت فيه الدنيا وتلخبطت فيه كل الأحلام. انتشر فيروس وسمعت بكلمة جائحة أول مرة في حياتي. وعلى قد ما كنت بحلم وبستنى العيد، أول مرة في حياتي بخاف إنه ما رح يجي العيد. بس بابا كان دائما يحاول يطمني ويضل يقول أزمة يا بابا وبتعدي، بس نوقف إيد بإيد. ما فهمت قصده وقتها، بس لما صار الحظر صرت أتفرج على الدنيا حوالي وبلشت أفهم. شفت الجيش لما كانوا يخططوا كيف بدهم يواجهوا الأزمة، ولما نزلوا على الشوارع يساعدوا الناس ويحموهم ويحاربوا انتشار الفيروس. شفت الأمن العام لما حافظوا على النظام ووصلوا لبيت كل مريض وساعدوه، وعملوا سياراتهم عيادات ووصلوا اللي ما بقدر للمستشفى. وشفت كل اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة كيف ما كانوا يناموا وهم يعالجوا المصابين، ويلفوا على كل مكان يفحصوا الناس ويتأكدوا إن كلنا بخير. شفت اللي عملوا مبادرات عشان يساعدوا الوزارة قبل ما يكبر عليها الحمل، ولموا دعم من الشركات، وبنوا ووسعوا إقسام العزل في المستشفيات. ومش بس أولاد البلد وقفوا معها، رجال أعمال من آخر الدنيا بيعرفوا الأردن وبيحبوا أهله مدوا إيديهم ودعموا الصحة والمستشفيات بأجهزة وفحوصات ومعدات. ومع إني كنت شايف العالم واقف، بس عند ناس الحياة ما وقفت ولا لحظة، وظلت مؤسسات تحمي أمن الوطن كل لحظة وتنسق مع كل الجهات، ووزارات حملت مسؤولية البلد وأمن الناس وسلامتهم، وكانت تنسق أول بأول مع خلية الأزمة، الخلية اللي أدارت الأزمة، وكانت تجمع البيانات والمعلومات وتعطيها لكل الجهات أول بأول، وظلت البلد ماشية. ظلت شركات تشتغل ليل نهار، تنتج وتصدر وتدعم الاقتصاد، وزيها مؤسسات دارت بالها على معيشة الناس ووظائفهم، وعملت برامج وخطوات لتحمي الموظفين من أثر الأزمة وتساعد الشركات ليتخطوها. الحياة ما وقفت ولا المدرسة وقفت. لما شركة عملت منصة تعليم حتى ما يروح على أي طالب ولا يوم، وإذا في طالب ما بقدر يوصل للمنصة ففي أستاذ قرر يوصل لعند الطالب ويوفر له كل اللي بحتاجه عشان يتعلم عن بعد. وزي ما التعليم حاجة، في حاجات غيرها عند كتير ناس خصوصاً في الأزمة، حاجات قرروا يلبوها نشامة غصباً عن كل الظروف. وصلوا لبيوت الناس، مدولهم إيديهم وتطوعوا معاهم كأنهم عيلة واحدة، ومنهم حتى عملوا مبادرات عشان يدعموا الأسر المحتاجة ويساعدوا عمال المياومة اللي اضطرروا بسبب الأزمة، وبرضو ساعدوهم ووقفوا معهم. وغيرهم كمان حسدوا متطوعين عشان يساعدوا الناس ويوقفوا مع أولاد بلدهم ويوعوا الناس ويحافظوا على السلامة حتى تمر الأزمة. اليوم أنا مش خايفة، وبكرة كمان ما رح أخاف، لأني اليوم فهمت شو يعني نوقف إيد بإيد، وعرفت إنه أي أزمة مهما كبرت رح نعديها لأن إيد بإيد. شكراً إلكم كلكم عشان حميتوا البلد وعشان رجعتوا لنا العيد، وشكراً جلالتك عشان رسمت لنا الطريق وعشان حميت الدار. كل عام وإنتوا والأردن والعالم كله بألف خير.